فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا العرف أنه إذا مات زوج المرأة فإن أهل المرأة يأخذونها إلى بيت أبيها، فهل هذا الفعل جائز ويكون العادة محكمة في ذلك؟ لا بأس، إذا تراضوا على هذا ما في بأس، لحق لها إذا إنها تركته فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.